طيب ايه التحديات اللي بتواجه اسكندريه؟ اسكندريه للاسف 47% من السكان بيعيشوا في مناطق غير مخططه، في على 6820 فدان، ده رقم ضخم جدا، الثاني اكبر رقم بعد القاهره، ولكن اذا قسناه لحجم مدينه لحجم الاسكندريه هنلاقيه كنسبه مئويه اكبر من اللي موجودين في القاهره. متوسط كثافه الاحياء بتوصل ل 300 شخص على الفدان. تحديات التكثيف الشديد للانشطه بالجزء المحاذي للساحل البحر، مخالفات البناء وعلى الاخص تجاوز قيود الارتفاع، تدهور البنية الأساسية وزيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي، النقص الشديد في الخدمات الإقليمية اللي بيمكن المدينة أو الإقليم ده ان هو يلعب دوره كإقليم حضري كبير. بنتكلم على تداخل الاستعمالات الصناعية والحرفية والمستودعات مع الأنشطة السكنية، ارتفاع معدلات التلوث. احنا كل التحديات دي لما هنتنقل في الشرح، وسامحوني اذا كنت بتكلم بسرعه شويه عشان وقت حضراتكم، الا ان احنا تصدينا لكثير من هذه التحديات وما تصديناهاش بشكل نظري تخطيطي. احنا حولنا هذه الدراسات والتخطيطيه الى استراتيجيات والى مشروعات تم تطبيقها، وهنشوف مع بعض ازاي احنا ابتدينا نتكلم. لا يرجع تاني، لان دي برضو احد النقاط الهامه، تلوث بحيره مريوط بالصرف الصحي والصناعي وارتفاع المنسوب المياه الجوفيه، التلوث اللي كان قائم على ترعه المحموديه والتعدي عليها، كل دي كانت التحديات اللي بتقابلنا. ولذلك احنا اولويات التنميه على المستوى المخطط الاستراتيجي حط 6 اولويات هامه: تحقيق التنميه المتوازنه والشامله الاقتصاديه، تحسين الاتصال بين نظم النقل العام، التخطيط